تنطلق على فترتين، فترة المساء أيضا سوف تكون في تمام الساعة الثانية والنصف مباشرة عبر قناة دبي ريسينج، وهناك المتابعة لبرنامج الأصايل مساء كل يوم الساعة السادسة والتحليل الفني لأحداث ما دار في هذا اليوم من انطلاقات ومن تحديات. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم، من أرضية ميدان دستور، وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج ضمن فعاليات هذا المهرجان، مهرجان فخر الأجيال. ها هي انطلاقة الشوط الثاني، والشوط الثاني يضم نخبة من الجعادين الحجائج لأبناء القبائل. مسافتنا 3 كيلومتر. شوط الإنتاج، ها هي الانطلاقة، انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الأشواط القادمة. بنسير بكم مباشرة مع مقدمة هذا الشوط. أرى الآن جلاد في المركز الأول للسيد محمد بن معتوق العامري، ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني وضاح للسيد علي بن سلطان بن رشيد الاجتبي، وفي المركز الثالث للسيد حمد بن غريب بن راشد الاجتبي، وفي المركز الرابع، المركز الرابع شاهين للسيد مبارك بن مبارك بن علي بن فهيدة المري، وفي المركز الخامس، المركز الخامس في هذه اللحظات شاهين للسيد احمد بن محمد بن كراز المهيري، وفي المركز السادس، المركز السادس ترى شاهين للسيد علي بن سلطان بن رشيد الاجتبي، وفي المركز السابع، المركز السابع في هذه اللحظات ترى الحنيش للسيد راشد بن خميس الغويص للسيد حمدان بن سالم بالكور المزروعي. المركز الثامن، ناخذ اللي في المركز الثامن في هذه اللحظات، المركز الثامن الظبي للسيد مبارك بن سلطان بن قران المنصوري، وفي المركز التاسع، المركز التاسع نشوف اللي في المركز التاسع حبيب للسيد صالح بن فهيد بن صالح المري، وفي المركز العاشر، المركز العاشر مصيحان للسيد حمد بن سالم بن علي بن جهويل المري. هذا اول نداء للمراكز العشر الاوائل. وصلنا من لوحة الاعلان 1200 عن خط النهاية بقيادة وتغيير شاهين الى مقدمة هذا الشوط للسيد احمد بن محمد بن كراز المهيري، دافع بشاهين الى المقدمة الى الفوز والى الناموس. ننتقل الى المركز الثاني، وفي المركز الثاني حبيب للسيد صالح بن فهيد بن صالح المري، بدأ يتسلل على حساب شاهين الى مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام. المركز الثالث، ناخذ اللي في المركز الثالث الحنيش، الحنيش قادم بقوة للسيد حمدان بن سالم بالكور المزروعي، وفي المركز الرابع، المركز الرابع الظبي للسيد مبارك بن سلطان بن قران المنصوري. وخلونا عند المقدمة، مع المقدمة يا سلام يا سلام. أردت تغيير من صالح، نشوف وناخذ اللي في المركز الاول حبيب، حبيب في المقدمة ويحب احباه للمركز الاول وللمنافسة. ها هو حبيب على المقدمة للسيد صالح بن فهيد بن صالح المري، قادم بقوة على هذا المقدمة وعلى الفوزي وعلى ناموسي هذا الشوط. يا سلام يا حبيب، حبيب في المقدمة يرقص على أرضية هذا الميدان وفي مقدمة هذا الشوط. شاهين في المركز الثاني للسيد أحمد بن محمد بن كراز المهيري، لكن حبيب أعتقد أنه قفل، قفل على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام. والقدوم، القدوم من المتحد، المتحد قادم بقوة للسيد بجاد بن حمد بن عبد الله المري. يا سلام يا المتحد، المتحد يتحد مع حبيب على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام. المتحد يغير ويتحد مع مقدمة هذا الشوط. تهانينا للسيد بجاد بن حمد بن عبد الله المري على فوز المتحد بالمركز الاول. المركز الثاني حبيب في المركز الثاني للسيد صالح بن فهيد بن صالح المري، وفي المركز الثالث، المركز الثالث شاهين للسيد احمد بن محمد بن كراز المهيري. المركز الرابع،
المركز الرابع اللي وصل في المركز الرابع المحيط للسيد سالم بن سلطان بن غالب المنصوري، وفي المركز الخامس كان من نصيب الفاتل السيد احمد بن علي بونواس الاجتبي. هذه النتيجة والتوقيت الزمني ساعة وصول المتحد الى خط النهاية 4:38 بالوفاة التمام. تهانينا من الاعماق للسيد بجاد بن حمد بن عبد الله بن فهيد المري، والذي وصل في المركز الثاني حبيب 4:38 خمس اجزاء من الثانية. تهانينا من الاعماق للسيد صالح بن فهيد بن صالح المري، والذي وصل في المركز الثالث. نشوف المركز الثالث، شاهين وصل في المركز الثالث. ها هو شاهين 4:40 جزء واحد من الثانية. تهانينا للسيد أحمد بن محمد بن كراز المهيري، تهانينا للجميع والناموس. Thank you.